صمك شلون ينساك بين عيون قاطع لك مسافه ونص عن جاي مشاي واظل الموت مشاي ما صمك شلون ينساك بين عيون مشاي واظل الموت مشاي مشاي واظل الموت مشاي سديت بيتي من الصبح من طلعت المشاي يا حسين جيت بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم. أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى 40 سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نتواصل معكم دائما من خلال هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية. اليوم أيها الكرام انتقلنا من محافظة البصرة إلى محافظة ذي قار وخدام الحسين في الناصرية. الناصرية وما أدراك ما الناصرية، سفرة موحدة لكل زوار أبي عبد الله الحسين تفرش يوميا في الناصرية، فهنيئا لأهل الناصرية بهذا العطاء وهذه الخدمة الحسينية. نسأل الله بحق سيد الشهداء لهم التوفيق والسداد إن شاء الله، متواصلين معكم وزوار أبي عبد الله الحسين في الناصرية. صحت الحيل إن من بالله ينرى كون بكل سنة هالخدمة تنعاد منك حيل ممنون يلساكن بين عيون منك حيل ممنون يلساكن بين عيون مشاي وأظل الموت مشاي قاطع لك مسافة ونص عن جاي مشاي وأظل الموت مشاي ما أوصل لك شلون ينساكن بين عيون مشاي وأظل الموت مشاي مشاي وأظل الموت مشاي ما أتعب أنا من المشي ويمك أخف رجلي حسين خدامك اجد كل عادي رعب زوار ما ظل شي بعد للقبة ظل شوي قواكم الله على التعب صافين والله النية قواكم الله على التعب صافين والله النية مشكور على هاي النعمة مشكور والمهدي اللي يزور يقل له ماجور وليك هواي مديون يلي ساكن بين عيون مشاي وظل للموت مشاي قاطع لك مسافة ونص عن جاي مشاي وأظل للموت مشاي ما أوصل لك شلون يلي ساكن بين عيون مشاي وأظل الموت مشاي مشاي وأظل الموت مشاي يا حسين من كل الدول زوار جت للحضر مولاي والقاصد إلك ما ضاع يمك أجره حيدر يرحب بريجي وتسجل زمن زهرة وليمشي ليك بكل سنة وقت المشيشي صبره وليمشي ليك بكل سنة وقت المشيشي صبره من صار المشي شديت الحزام ما عوفك أبد يوم من الأيام خليهم ينومون يلي ساكن بين عيون مشاي وأظل الموت مشاي الهندسة الصوتية والتوزيع صفاء الركابي أداء الرادود الحسيني علي موفق الطائر كلمة الشعر تحسين مشاي وأظل الموت مشاي ما أصدق شلون ينساك بين عيون مشاي وأظل الموت مشاي مشاي وأظل الموت مشاي سديت بيتي من الصبح من طلعت المشاي يا حسين جيت الكربلاء وبجفوفي شرت الراي طول الدرب ممدود لك هاي المواكب هاي يا حسين خدامك دار كل هزل موفاية تلعب سيح شفنا صغار وكبر هاي بيوتنا تفضلوا يا زوار وبرزاير يرحبون يا
ساكن بين عيون مشاي واظل الموت مشاي نعم أحبائي المشاهدين، معنا أيضا أحد الزوار الكرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجركم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. هذه طريق الإمام الحسين عليه السلام، هي هاي شعيرة من شعير الله سبحانه وتعالى، والحمد لله وشكر. هاي خدام سيد الشهداء أبو عبد الله، هم هذول هتشوفهم يضحون بالأموال وهات واقفين الليل ونهار خطية، مرات نمشي بثلاثة بالأربعة بالليل نلقاهم موجودين الخدمة هاي، والحمد لله والشكر. لا ما هم احنا حتى ما نقدر نمشي، احنا جايين من البصرة والتقينا وين موكب راهب بني هاشم وجايين وياهم احنا نسوي عزاء بالليل، بالنهار نمشي وبالليل نسوي عزاء. عندنا ويانا شيخ عباس الحلفي وسيد ستار الحيدري سووا مجالس، والحمد لله والشكر. الله محفظ زوار الحسين، خدام الحسين، يدفع عنا هذا البلاء والوباء بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسين خليني على بابك، غير بابك ما أديك، وأنا بس وياك حسين يعني عرف معنى العشق، تختنق روحي وصيحة يا حسين أنا أحبك سيدي، بس الله يدري إيش كثر بيحني قلبي، علمتني شلون اصوم يا ما، علمتني شلون اصلي سيدي، بمجلس عزائك صار القلب يتجلي يا حسين. صلى الله على محمد وآله الطيبين. صح حسين، جزاكم الله، بارك الله بيك، هنيئا لكم شباب، موفقين إن شاء الله. قبل لا تروحون سمعونا فد لبيك يا حسين صوت عام. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. من صار المشي شديت الحزام، ما عوفك أبد يوم من الأيام، خليهم ينومون ينساكن بين عيون مشاي وعظل الموت مشاي. الهندسة الصوتية والتوزيع صفاء الركابي، أداء الرادود الحسيني، علي موفق الطائي، كلمة الشاعر تحسين الخبر. برضى عينك يا حسين، امشي مشي وجايب حنيني، امنياتي امنياتي من اموت بليلة الوحشة تجيني. انت تشهد ما عفت مرة الزيارة، شن طير وباني عش على المنارة، يا ابو عبد الله يا غوث الحيارة، من اموت انتظر منك اشارة، حتى منكر حتى منكر ينسحب لو شافك تغمض لعيني، امنياتي امنياتي. نعم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائية، محطة تلو اخرى نتوقف فيها لكي نتشرف ونتبرك بزوار أبي عبد الله الحسين الناصرية ومنطقة آل جويبر تحديدا، وزوار أبي عبد الله الحسين، هذه الوجوه المباركة، الوجوه الخيرة، الوجوه النيرة. السلام عليكم، عظم الله أجوركم. عليكم السلام، عظم الله أجوركم. بمناسبة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل عباس والشهداء الذين معهم، ناخذ الله بيتكم يشرفكم بالخير ويعظم درجاتكم ورحمه الله على والديكم. بارك الله بك حجينا الغالي. منين طالع مشي؟ احنا طلعنا من البصره مشي، البارحه بايتين بالفهود
وهسه احنا عند منطقة الجويبر ان شاء الله، ونطلب من الله ان شاء الله الستر والعافية ويكفيكم الخير والعافية. ايش قد عمرك حجينا المبارك؟ عمري 65 سنة ما شاء الله. يا رب يكفيكم الشر. كم سنة صارك تطلع؟ صار لي 9 سنوات اطلع. 9 سنوات. شنو الدافع اللي يخليك تطلع حجي؟ الدافع، دافعنا هاي الدرجة العظمى سيد شباب اهل الجنة، هذا الطريق العظيم، هذا أبا الشهداء، هذا اللي نقذ الناس بأكملها من الظلمات إلى النور. يا ربي يستر عليكم ويوفقكم الجميع إن شاء الله ورحمة الله على روح. معنا أيضا أحد الزائرين الكرام، السلام عليكم حجي. عليكم السلام أخاتي ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك. يحييك ويرحم والديك. منين طالع مشي؟ من البصرة. هناك الله رحم الوالدين. حياك الله أغاتي. أنت هسه تعبان وهذا الطريق كله إن شاء الله مشي وأجر وثواب إن شاء الله، هواي أكو ثواب في زيارة الإمام الحسين، فإذا وصلت إلى قبة سيد الشهداء الإمام الحسين شنو شعورك راح يكون إذا شفت القبة الشريفة؟ والله شعوري كأنما توني صاير من بطني. أي والله. أي والله. وإحنا نتمنى لكم وكل شعبنا وكل أخواننا المسؤولين وغير المسؤولين تدوم منهم هاي المساعدات والكرم مالهم لخدمة الإمام الحسين، ونشرفوا خدام الإمام الحسين من البصرة من الجنوب للشمال، لأنه ما مقصرين يعني منام وأكل وشرب يعني واستقبال يعني ويتلقونا بأتم الفرح. الحمد لله. أي والله. هناك الله ورحمة الله والديك. بارك الله بك. الله يبارك. إن شاء الله. أنتم المباركين لأنه شني أنتم جاي تقدمون خدمات مفضلة مفضلة، وهذا نشر، وأنا أتمنى هذا النشر يكون حتى بكل العالم. إن شاء الله. أكون صريح وياك. إن الشرف. أيوة. نشوف كبار السن الله يحفظهم. وجاي يمشون وتعبانين اكثر ياخذنا النشاط والعزم انه نخدم الامام الحسين ان شاء الله. فدوا روح لك حجي، الله يبارك بكم. اريد اسمع في التلبيه من كبار السن الله يحفظهم الى ابا عبد الله الحسين، نداء بصوت عالي ان شاء الله الى كربلاء، فلبيك يا حسين بعالي صوتكم. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. حسين فداء لك يا حسين منا الى الموت. بارك الله. هنيئا لك هاي الدمعة. رحم الله هذه العبرات. أحسنتم، متواصلين معكم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وهذه التغطية من الناصرية وآل جويبر تحديدا. يا حسين أمشي مشي وجايب حنيني، أمنياتي أمنياتي من أموت الليلة الوحشة تجيني، لو قبض روح الملك وصيه بيا قل رفقا بالخدم ام الزكيه، يا رزيتك ما تماثلها رزيه، انت شالوك بحصير من الوطيه. اي انت. حياكم الله احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه. معنا ايضا احد الزائرين الكرام، السلام عليكم. عظم الله اجركم. السلام ورحمه الله. عرفني باسم حضرتك. اخوكم الزائر ابو كاظم الشغانبي من اهل القرنه. انعم واكرم.